بقولك ايه، قولي للي بعتاكي ومحفظاكي الكلمتين دول ان هبه ما بيفرقش معاها كل الكلام ده، وان انا مش هسيب حسام لو اتطربقت السما على الارض. فهماني ولا اقول كمان؟ بقولك ايه يا بنت الناس، اتكلمي عادي احسن لك، وبلاش تجيبي سيره الست المحترمه اللي بتحافظ على جوزها وعلى بيتها من واحده زيك. اوعي تفتكري ان انا مش فاهمه انت بتجري ورا ليه. انا فاهمه وكل الناس فاهمه، انت بتجري وراه عشان مركزه وفلوسه وبس. انت الظاهر عليك اتجننتي يا ست. انت فلوس ايه ومركز ايه اللي انت عماله تتكلمي عليهم دول؟ انا عندي فلوس تكفيني لحد ما اموت. وبقول لك ايه بقى، يلا اتفضلي بره احسن لك. ايه بقى خلاص احسن لك؟ في ايه ده من اصلها يا حسام بيه؟ يلا بره. لا ده انت عايزه تتربي بقى. بس يا احمد عيب. استاذ حسام حضرتك بتقول لي انا عيب؟ خد والدتك وادخلي جوه. يلا يا اصيله. تعالي يما. معلش. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بقى شغاله زي دي تيجي تهزقني وتبهدلني وابنها يشتمني وبنامك وما تردش؟ لانك اهنتي امه. لكن هي بالنسبه لي شغاله مش اكتر من كده. بالنسبه له تبقى امه. وبعدين مين اللي قال لك ان اصيله شغاله؟ اصيله طول عمرها واحده مننا، وكل ولادها انا بعتبرهم زي ولادي. ده عندك انت، لكن عندي انا لا. طيب خلاص بقى يا ستي، حك عليا ما تزعليش. بعد كل اللي اتعمل فيا ده، الحكايه تخلص بالسهوله دي بكلمه حقك عليا؟ طب انت دلوقتي عايزاني اعمل ايه؟ اضربها؟ اطردها؟ هو ده اللي يرضيكي؟ ايوه هو ده اللي يرضيني. لا يمكن يحصل، انت جننتي؟ لا يمكن. طيب ايه مواردكم؟ ليه يا اصيله تحط نفسك في موقف زي ده؟ من خوفي عليك يا حسام، من خوفي عليك وعلى بيتك. ده انت مربي لي ولادي واقف جنبي طول العمر، يعني اشوف البيت بيتخرب وانا قاعده اتفرج؟ ايوه بس مفيش بس يا استاذ حسام، البنت دي مش محترمه، على الاقل كانت احترمت فرق السن اللي ما بينها وما بين امي. مش ده المهم يا احمد، انا مستعده استحمل اي حاجه، بس الاستاذ حسام يرجع الست نهى علشان البيت يرجع زي ما كان. واكيد حضرتك دلوقتي حاسس بالوحده في عدم وجود مدام نهى وعادل الصغير، ولا انا غلطان؟ الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه غير لما بتضيع من ايديه. فكر كويس يا استاذ حسام، ده انا الاسم غريبه بعضهم مقطع في قلبي، وبعدين انتوا بقيتوا حته مننا. ربنا يهديكوا يا قادر يا كريم. بلاغ متقدم ضدي انا؟ مروان ومازن جمال الدين ولاد جوز حضرتك المرحوم بيتهموكوا بتزوير توقيع ابوهم على تنازل بممتلكاته ليكي. طب مش كنت حضرتك الاول تتاكد اذا كان التوقيع مزور ولا لا قبل ما تستدعيني واجي لك من اسكندريه مخصوص؟ كان لازم ناخد اقوال حضرتك قبل ما نعرض التنازل على الخبير، لان الموضوع مرتبط بقضيه قتل. حضرتك كده بتخلط بين القضيتين. مش جايز الموضوع قضيه واحده وانت مش واخده بالك. بيتهيألي بقى ان حضرتك بتتهمني اتهام صريح، مع اني انا شايفه قتل جوزي قدام عيني. تقرير المعمل الجنائي اثبت حاجه غير اللي قلتيها، وهو ده اللي خلانا نفرج عن فوزي مؤقتا. تفرجوا عن فوزي؟ بتقبضوا عليا؟ مدام سناء، ايه طبيعة العلاقة اللي كانت بينك وبين المرحوم جوزك؟ زي أي زوجين، علاقة طبيعية. تفتكري إنه كان بيحبك؟ أكيد، وإلا إيه اللي هيجبره على العيشة مع واحدة ما بيحبهاش؟ جايز اتجوزك عشان تربي له ولاده؟ ما أعتقدش، جمال كان بيحبني، وكان بياخدني معاه في كل حتة، ولما راح باريس أخدني معاه وقعدنا هناك 10 سنين. ولما رجعنا على فكرة يا مدام سناء، انت قريت الاجندة دي قبل كده؟ اجندة؟ اجندة ايه؟ ليه وحضرتك ما تعرفيش ان جوز حضرتك كان بيكتب مذكراته؟ في الحقيقة لا. المجنى عليه كاتب هنا بخط ايديه انه عمره ما حبك، وانه كان بيحب زوجته الاولى سارة، وانك كنت مجرد واحده بتربي له ولاده، وانه اتجوزك عشان يغيظ ساره. يعني زي ما هو كاتب هنا بخط ايديه، كنتي ترانزيت في حياته. كذب الكلام ده مش حقيقي. جمال كان بيحبني من قبل حتى ما يعرف ساره. ايوه انا وساره كنا اصحاب، وكان في بيني وبين جمال علاقه حب، وفي يوم من الايام حصلت بينا مشكله، بعدها فوجئت انه اتجوز ساره. لكن بعد كده رجع لي، ولما ساره اكتشفت ان في بيني وبين جمال علاقه
اصرت على الطلاق. يعني انت ما قريتيش المذكرات دي قبل كده؟ لا ولا اعرف عنها اي حاجه. مدام سناء، احنا مضطرين نحجزك هنا كام يوم لحد ما نجيب فوزي ونعيد تمثيل الجريمه مره ثانيه. يعني ايه؟ يعني سيادتك هتفضلي معانا 4 ايام على ذمه القضيه. ممكن تعمل كده؟ انا مش فاهم انت ليه بتدافع عنها بعد كل اللي عملته فينا. عشان هي اللي ربتنا يا سمازه، ولا نسيت؟ ما نسيتش، بس ايه اللي ربي حد يا مروان ما يعملش فيه كده. طنط سناء خافت على حقوقها، وخافت كمان ان ماما تاثر علينا، وساعتها ما تاخدش اي حاجه من ورث ابونا. تقوم تطردنا؟ تعمل اي حاجه. طب لو كانت قرت المذكرات؟ ما اعتقدش، لان بابا كان حاطط المذكرات دي في مكان صعب اي حد يوصل لها. افتكر يا مروان ان دي كل مذكرات بابا. قصدك ايه يا مازن؟ قصدي ان اللي يكتب عن حياته بشكل تفصيلي في اخر سنتين ممكن يكون كاتب عن بقيه حياته. معقوله؟ مش معقوله ليه يا عين؟ الواجب واجب برضه. ازيك؟ ازيك يا عمر؟ رجعت امتى؟ يعني بقالي اسبوع تقريبا. الحمد لله على السلامه. وراجع تاني؟ يعني حسب ظروفي وحسب ظروف مراتي كمان. مراتك انت اتجوزت؟ تعالى اقعد. اتجوزت مين وامتى وازاي؟ واحده اجنبيه. اهو تقدر تفهمني وافهمها. يا راجل بقى سايب كل بنات مصر الحلوين دول ورايح تتجوز واحده من بره؟ وبعدين خد بالك معظم الاجانب دلوقتي بياخدوا ولادهم ويهربوا على بره ويسيبوا الاب يلف حوالين نفسه في مصر. دي لغه العاجز يا عيني. انما اللي واثق من نفسه وقدراته مش ممكن حاجه زي دي تحصل له ابدا. المهم سيبك مننا، انت عامل ايه؟ زي ما انت شايف. ما كنتش متصور ان كل ده يحصل لك ابدا. كل شيء نصيب يا عمر. شد حيلك يا ايمن. انت مش عايز حاجه؟ مش عايز غير ان انا ارجع اشم هوا الحريه تاني. اخد مراتي وابني في حضني. الأيام مفيش أسرع منها يا أيمن. بكرة تخرج بالسلامة وتلاقيهم كلهم مستنيينك. ويا سيدي يبقى خدهم في حضنك براحتك. هستأذنك أنا بقى. عمر أنا مش عارف أشكرك إزاي على الزيارة دي، مع إني ما كنتش متوقعها. معلش. كله في وقته. بعد إذنك. قلبي معاك يا مدنة. متشكر. ازيك يا عمر؟ اسيبكم مع بعض بقى. في ايه؟ مالكوا؟ اصلنا هنسيب الفيلا ونروح نعيش في الغردقه. غردقه؟ ليه يا ماما؟ اصلي انكل حسام هيتجوز. يتجوز؟ مش ممكن. يتجوز ليه؟ مش ممكن. هي دي الحقيقة. اوعي تسافري يا ماما، اوعي. أنا لو قعدت هنا هموت. أنا يا جماعة أنا محبوس هنا، حرام. أنا عايش في السجن ده على أمل زيارتكم ليا. مش معقول حتى الامل ده كمان تقطعوه عني. انتوا عايزين تزودوا عذابي اكتر من اللي انا فيه. يا حبيبي انا هبقى اجي لك كل اسبوع ازورك. انا ما اقدرش ابعد عنك. وليه يا ماما تبعدي عن بابا؟ وليه تبعدي عن ياسمين وعن عادل ابني اللي نفسي اشوفه عايش وسطيك وسعيد؟ ليه يا امي مصره تخربي البيت؟ انا ولا ابوك اللي اتجنن ونسي نفسه وسنه ونسيك ونسي عشرتنا؟ يا امي تقدري ترجعي ليكي بصبرك وبحبك ليه؟ صعب دلوقتي يا ايمن. مفيش حاجة صعبة على واحدة بتحب جوزها وبينهم العشرة الكبيرة دي كلها. يعني عايزني اموت؟ ألف بعد الشر عليك يا أمي. أنا كل اللي بطلبه منك إنك تعيشي شوية بعقلك وتنسي قلبك والغيرة دي. يا أمي بابا ادانا حياته كلها. ثم كده بقى حضرتك هتحسسيني إن أنا السبب في كل اللي حصل ده. وأنت مالك يا ايمن؟
مالي ازاي؟ ما هي الازمه اللي انا فيها هي اللي خلت الفجوه اللي بين بابا وماما وحصل اللي حصل. يا ابني انا لازم ابعد شويه. ارجوك يا ماما، ارجوكي مش دلوقتي. ما تسيبيش المركب تغرق وتسافري. حاضر، بس انا هسافر اسبوع 10 ايام بالكتير. انا تعبان، تعبان يا ناس، تعبان. قولي لي يا سوسن، مبسوطة في حياتك؟ الحمد لله قوي. وقدرتي تنسي وليد واللي عمله فيكي؟ وليد مش إنسان وحش، هو بس ضعيف الشخصية قدام أهله. على العموم ده موضوع خلاص فات وأنا مش عايزة أتكلم فيه تاني. واتجوزك إزاي؟ عادي زي الناس. صحيح هو كان من ورا أهلي وكانت غلطة عمري وندمت عليها، بس كان جواز رسمي. وجوزك عارف؟ طبعا يا نوال، انا مقدرش اكدب عليه في حاجه زي كده. الصدق والصراحه هو طوق الامان في الحاجات اللي زي دي، وخصوصا في الحياه الزوجيه. معقوله في واحده تتجوز واحد وهي بتكدب عليه؟ طب وبعدين لما الحقيقه تبان ايه اللي هيحصل؟ اكيد حياتها هتبقى خراب. صح، وهو ده اللي حصل لي. حصل لك ايه ده؟ انت ما حكيتيليش. فضلت مخبيه عليه انا مين وبنت مين لحد ما طلب يتجوزني. وبعدين بدأت أتهرب منه، شك فيه ومشي وراي لحد ما عرف بيتي. وبعدين شدني في وسط الجيران وصرخ فيا وقال لي لما انتي من هنا مكسوفة ليه؟ مكسوفة من ناسك ليه؟ وعايزة تطلعي في العالي ليه؟ يا كدابة يا مخدعة. الناس اتلموا عليا وما بقتش عارفة اعمل ايه. عملت نفسي مش عارفة، لكنه قال لهم الحقيقة. أني حقيقة فيهم يا نوال؟ أني كنت ماشية معاه وإن أنا قلت له إن أنا بنت ناس أغنياء، يعني ضحكت عليه. يا دي الفضيحة، معقولة كل ده حصل؟ طب وبعدين؟ هي فيها وبعدين؟ طبعا الجيران عرفوا وأهلي عرفوا والشارع كله عرف. أبويا ما بقاش عارف يرفع راسه في وسط الخلق يا سوسن، وإخواتي صمموا إن إحنا نعزل، لكن هي فين الشقة؟ طب وعملتوا إيه بعد كده؟ كل واحد فينا عاش عند قرايبه شويه لحد ما لقينا شقه، يعني اي كلام. بس المشكله ان هم حتى مش عايزين يكلموني، لا بابا ولا اخواتي، مفيش غير امي بس هي اللي بتكلمني. انت كنتي واخده كل الامور ببساطه يا نوال. انا اتبهدلت يا سوس، انا عارفه ان انا كنت غلطان ماشي، بس مش عارفه دلوقتي اعمل ايه، لا مع اهلي ولا مع بكره اللي جاي. انا شايله السر جوايا وساكته، مفيش حد غيرك يعرف، مش عارفه اعمل ايه. طب يا نوال اطمني، انا بس عايزه عنوانك وعنوان اللي اسمه سمير ده، وكل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. ما هو لازم بقى تتصرفوا، الست دي هي وجوزها هم اللي ربوكوا، فاهمين ولا مش فاهمين؟ يا امي ده موضوع ما ينفعش نتدخل فيه اكتر من اللي احنا عملناه. هات يلا. وبعدين احنا ما نقدرش نتصرف غلط مع حد ما نعرفوش. انا لولا مسكت اعصابي كنت عملت مصيبه مع البنت ديت. لا البنت دي سيبوها لنا. يعني ايه؟ نسيب الست ان هو تسافر وهو يتجوز وابنهم مرمي في السجن والستاره تتقفل على كده؟ هو في ايه في الدنيا؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اهدي بس يا ام خالد، اهدي، وان شاء الله ربنا هيحلها من عنده. ونعمه بالله يا ابني، بس الست ان هو مسافره بكره وهو ولا هو هنا، وطبعا لما تسافر هيخلق جو اللي ما تسمى دي. اه لو كان بايدي. قولي لي يا اما، لو كان بايدك كنت عملتي ايه؟ بس امسكها بايديا. ايوه يعني لما تمسكيها هتعملي ايه؟ هقرقشها بسناني. قلبك ابيض يا ام خالد. على العموم انا جبت معلومات عن البنت دي، جبت اصلها وفصلها. ايه اصلها وايه فصلها بقى؟ البنت دي من عيله كويسه فعلا، بس ابوها سايبها عايشه بطولها من فتره طويله، وهو بيشتغل بره من ساعه لما والدتها توفت. يعني محدش بيقول لها على ده اه، او حد بيقول لها على ده لا، محدش بيقول لها ده عيب او ده حرام، يعني بتعمل اللي هي عايزاه وقت ما هي عايزه. وعلى فكره هي مش عايزه من الاستاذ حسام اي حاجه، يعني مش عايزه فلوسه، مش عايزه مركزه، لان عندها فلوس بالهبل. انا بتهيألي انها محتاجه بديل اب. لقت الاستاذ حسام، وخصوصا كانت ظروفه وحشه ومحتاج لها، فمسكت فيه. ايه ده؟ دي تبقى مسكينه بقى. دي مسكينه دي؟ ايوه يا ماما مسكينه، دي متعقده عندها عقده الاب. يعني ما لقتش الا الاستاذ حسام هو اللي هيحل لها عقدتها؟ دي مشكله فعلا، لان البنت هتفضل متمسكه بيه مهما هو حاول يبعد عنها. ما نبعت نجيب ابوها الحقيقي وتتحل المشكله.
ايه يما، هو سهل كده نبعت نقول له تعالى علشان بنتك معقده؟ المساله محتاجه دكتور نفساني. خلاص يا سيدي نوديها سرايه المجانين. ايه يا جماعه في ايه؟ وانا اول واحد اتجوز على مراته؟ لا انت مش اول واحد ولا اخر واحد اتجوز على مراته، بس بيكون في سبب قوي، يعني بتكون عيانه مش مرتاح معاها، مجنونه ما بتخلفش. وافتكر ان نهى ما عندهاش اي حاجه من دي، هي حاجه واحده ان سنها مناسب لسنك، بس واضح بقى انك عايز ترتبط بالصغيره عشان تظهر. ساره تبقيش قاسيه قوي كده. ساره يا فوزي تقول اللي هي عايزاه، ما هي ست ولازم تدافع عن الستات اللي زيها. ما هبه برضو ست، لو انا بدافع عن نهى عشان هي ست كنت دافعت عن هبه كمان، لكن انا بدافع عن حق زوجه عاشت معاك عمرها كله بحب ووفاء واخلاص، واديتك اجمل هديه في الدنيا. ايمن، ولا نسيت ايمن؟ اه صحيح، انت هتقول له ايه؟ تقول له خلاص انا زهقت من امك وعاوز اتجوز هبه؟ انا حر بقى اقول له اللي انا عايز اقوله له. فعلا انت حر. يلا يا فوزي. يا حسام لو سمحت انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. يلا يا ساره. حاضر يا اسلم، حابه اكلمك كل يوم اطمن عليك. تروح وترجع لنا بالف سلامه. وانت عادل يا حبيبي هتوحشني، وانت يا ياسمين مش هوصيكي على عادل ولا على ست نهى؟ ما توصلنيش يا بابا، ده حتى ما جاش يشوف عادل. ما هو ما يعرفش ان انت مسافره انت، ما تظلميش الراجل. انا جاهز يا نهى، يلا بينا عشان اوصلك. سايق عليك الدنب متاخر. ان شاء الله. خلاص سافروا؟ ايوه يا فندم، ما بقاش في حد خالص في البيت، حتى الفرحه اللي كانت موجوده اختفت، البيت بقى شكله كئيب. بقول لك ايه، انا ماليش ناقصك، اقعد. حاضر. استاذ حسام حضرتك عارف ان البيوت بتحزن على اصحابها لما يفوتوها. هو ده الفارسي ده عايز تقول ايه؟ انا كنت عايز اقول لحضرتك. ادخل. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. ما تقعدوش تبصوا لبعض. انا لا ناقصكم ولا ناقص وجع قلب. فاهمين؟ استاذ حسام انا زي ابنك فارجوك ما تزعلش من اللي انا هقوله. حضرتك لو اتجوزت اللي اسمها هبه دي الحياه مش هتبقى حياه بحق وحقيقي، بالعكس هتبقى اكذوبه ولعبه هتنتهي في يوم من الايام وبالخساره كمان. صدقني حضرتك مدام نهى دي جوهره بجد وما تتعوضش. وانا كمان ما اتعوضش، ولا هي فاكره انها هتلاقي واحد زيي ولا احسن مني؟ محدش قال حاجه زي كده. طيب سيبك منها وسيبك من نفسك، حتى فكر في ايمن وعادل الصغير. أنا عايزه يفكر في نفسه بس. أستاذ حسام حضرتك هتبقى سعيد بحق وحقيقي. ما كانش المفروض إنها تسافر، كان لازم تستنى علشاني. حضرتك قلت لها كلام بالشكل ده؟ يعني قلت لها أنا محتاجك جنبي في الظروف اللي أنا فيها؟ أنا متأكد لو كنت قلت لها أي حاجة بالشكل ده بشكل مباشر أو غير مباشر كانت عملت اللي مش ممكن حد يتصوره معايا. بل بالعكس حضرتك بعد الألم اللي هي كانت فيه رجعت وزعقت علشان الست دي. أنا ما زعقتش علشان هبابة دي. الحمد لله إن حضرتك اعترفت في النهاية إنها هبابة. أستاذ حسام البنت دي زي ما خربت البيت هتخرب الشركة كمان. خلاص بقى لو سمحتوا تسيبوني، أنا عايز أقعد لوحدي شوية. يا شويش، 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 يا شويش،
ومالك بتقولها وانت زعلان قوي كده؟ يعني الفراق برضه صعب. اه بس ده لو المسافر غالي. نهى غالي عندي يا هبه. ومين اغلى فينا يا حسام؟ انا ولا هي؟ ايه ده؟ انت لسه بتفكر؟ ما تقولي. على فكره انا هرجع البيت، البيت خلاص. طبعا حقك. قولي لي انت كنت قلت ان احنا هنتجوز؟ اه طبعا. ما هو ده هيحصل قريب قوي يا حبيبي. دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي لي راحوا فين حبايب الدار فين 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 قول يا دار راحوا فين حبايب الدار فين 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 قول يا دار لاليكي كانت نور يسبح في ضيق بحور صبح الفضاء مهجور بكل قدر لاليكي كانت نور تسبح في طيب الحور صرخة فضا مهجور مرسوم بكل قدر راحوا فين حبايب الدار فين 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 قول يا دار راحوا فين حبايب الدار فين فين داري داري الدمع يا عين ما تزوديش الغاية في ربي اسمه كريم ساعة المحن سطرات في ربي اسمه كريم ساعة المحن سطرات راحوا فين حبايب الدار فين 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 قول يا دار سلامتك يا حبيبي ألف سلامة الله يسلمك متشكر يا نوح تعبتك معي أسبوع وانت قاعدة جنبي حبيبي ما تقولش كده ده انا اخدمك بهنية ده انت كوزي وحبيبي وابني كمان بعمل ايه يعني لو قلت لك هصعب عليكي قاعد لوحدي هكون بعمل ايه غير اني بفكر فيكي ايوه خالص امتى؟ فين؟ طب انا جاي حالا ايه يا خالد؟ فين ايمن؟ هو جوه ما تقلقش دي حاجه بسيطه يعني مصران اعور فجأة كده يا ابني معلش المامور كتر خيره اتصل بيا وانا اول ما اطمنت عليه كلمت حضرتك فورا بقاله قد ايه جوه؟ ربع ساعه نص ساعه بالكتير على العموم متشكر يا ابني متشكر على ايه؟ ايمن ده زي اخويا بالظبط ايه يا ايمن ايمن رد عليا يا ابني بابا
سافرت وهترجع قريب جدا ان شاء الله. بابا انا مش ممكن ابدا استريح وانتوا بعيد عن بعض. حاضر يا ابني هبعت لها تيجي. لا ارجوك روح بنفسك هاتها يا بابا. حاضر. يعني كان لازم تسافري يا ست نهى؟ عليكي سافرتي وقطعت بيا. ربنا يرجعك بالسلامة. حاضر. سوسن حبيبتي وحشتيني. يا حبيبتي ده انت ربنا بعتك ليا من السما. ليه يا حبيبتي خير في ايه؟ صدقك كنت قاعده بكلم نفسي. ستر؟ اه والله ربنا مكتب عليك يا بنت الوحده دي. ازاي يا ماما تقولي الكلام ده؟ ده احنا بيوتنا كلها مفتوحه لك، بيتي وبيت خالد وبيت احمد. قول يعني عمر هو اللي مفيش حد فاضل حد يا سوسن. معقوله تقولي كده يا ماما؟ ده احنا ولادك هو احنا غرب. تصدقي ست نهى قطعت بيا بالشويه اللي مشيت بيهم دول. لا بقول لك ايه ما تغيريش الموضوع، هتقومي تغيري هدومك وتيجي معايا البيت، وما انتش راجعه هنا وتقعدي لوحدك دي ابدا. مش وقته يا سوسن. هو ايه ده اللي مش وقته؟ وبعدين اخواتك ممكن يزعلوا. اصل لا اصل ولا فصل. يا حبيبتي انا ما بستريحش الا بيتي. مش بيتي هو بيتك؟ بيتك بيت جوزك يا حبيبتي ولازم تستأذني. استأذنه في ايه؟ ده انتي امي. ربنا يسهل يا بنتي، اللي في الخير يعمله ربنا. انا بس كنت اتمنى ان تقعدوا معايا يوم ولا يومين في الاسبوع، يبقى رضا قوي لغايه لما نوها هانم ترجع من السفر. نوها هانم؟ نوها هانم ايه يا ماما؟ انتي هتفضلي على طول عايشه مع نوها هانم؟ طب يا ريت، ده انا اتمنى. بقولك ايه، انا هتصل باخواتي ونتفق اننا نقسم نفسنا عليكي، كل واحد يجي يقعد معاكي يوم. ها ايه رايك؟ ان شاء الله. ايه ده ايه ده؟ مالك بتقوليها كده من غير نفس؟ بقول ان شاء الله يعني، بس لو تقدروا. طبعا هنقدر، يعني هي مشكله؟ انا هروح لخالد النهارده ونتصل باحمد وعمر. لا الا عمر، عمر لا. كويس قوي، تاني كمان مره زي دي برضه. ها زي دي. ايوه كده، برافو عليك، برضه نفس النظام تاني. هوب ما هي في الهاند برضه. يلا صح. كفايه كده النهارده. My brothers Ahmed and Khalid will be part of the project. Why? Why not? Because. There is no because in business. I want them to help me in the project work. I can't handle it alone. I'm with you. Not enough. No, it's enough. Khalid will help us in so many things. And Ahmed will handle the legal matters. It's his profession. Plus, he is very smart. We'll talk later. اتكلم بعدين. يعني ايه؟ عايز تسأل ابوها. يا هبة احنا لازم نبعد، لازم كل حاجة ترجع زي ما كانت. يعني ايه؟ يعني انت عليك تقرر وانا عليا انفذ وبس؟ ليه؟ قلبي ملوش اي اهمية عندك؟ يا هبة انا ما عنديش استعداد ان ابني يضيع مني، وانا كمان ما عنديش استعداد اخسر الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. حسام انا ما اقدرش اسيبك يا حبيبي، انا عايزه افضل معاك لحد ما اموت. فاهم كلامي ولا اقوله تاني؟ ارجوك كفايه كفايه. مين فينا اللي كفايه؟ انا ولا انت؟ تشرب حاجه. مش وقته. هبه أنا كبرت في السن، ما أقدرش على الأزمات والمواقف الصعبة، علشان كده أنا جبتك هنا نتكلم بهدوء. أرجوكي ما عدتش تيجي المكتب. أحسن. أنا برضه بقول بلاش المكتب، علشان ما فيش حد يشك فينا. لا، مش ده اللي أنا بفكر فيه. أنا بفكر في بيتي، في مراتي، في ابني. يا سلام، وأنت ما فكرتش في بيتك ومراتك وابنك غير دلوقتي؟ كانت غلطة. غلطة مش مفروض اتمادى فيها. حاسس ان انا في جحيم. وايه اللي غيرك دلوقتي يا حسام؟ بعد نوها عن البيت
وابني كمان. حسام انت بتبص لي كده ليه؟ دي شابة جميلة وحلوة وأي إنسان في الدنيا يتمنى إنه يتجوزك. ليه أنا؟ ممكن أتكلم معاك بصراحة؟ بصراحة أنا في الأول كنت واخداها لعبة. بشوفك هتحبني بجد ولا لأ؟ لعبة؟ لكن أنا دلوقتي بحبك فعلا. يا بيوت الناس رخيصة للدرجة دي؟ صحيح غرور الراجل ممكن يوديه في داهية. صدقني يا حسام، أنا دلوقتي مش بحبك وبس، أنا دلوقتي بعشقك. مش قادرة أتخيل إنك ممكن تبعد عني ولو ثانية واحدة. يوم السبت بعد الشغل إن شاء الله هروح لماما وهبات معاها. لا، السبت ده بالنسبة لي مناسب. يوم السبت بعد الظهر أنا عندي أجازة، يعني هقدر أقعد مع ماما أطول فترة ممكنة. أيوة خالد، بس لحد أنت عندك أجازة طول النهار. أيوة بس ده بيقضيه معايا أنا والولد، ولا ده مش من حقنا. اسكت أنت يا ضحى. لا أسكت إزاي يعني؟ خلاص يا أحمد اختار لك أنت يوم تاني. ماشي، أروح لها أنا يوم الأربع بعد ما أخلص الشغل. خلاص، وسوسن تبقى تروح لها يومين بعد الظهر. وإشمعنى سوسن يومين؟ يعني ما هو كل واحد فيكوا واخد يومه. معلش يا مصطفى، أنا هقدر إن شاء الله. وانا ما اقدرش يا سوسه، وبعدين اللي يسرى عليهم يسرى عليكي بالظبط، ولا بيتك ملوش اهميه عندك؟ لا انا ما قلتش كده خالص. خلاص يا سوسه، خلاص الكلام اللي بيقوله جوزك برضك لازم يمشي، هو عنده حق. وماما كمان ليها حقوق علينا كلنا. وان جيتوا للحق بقى، انا نفسي ماما تيجي تعيش معايا. طب ما تاخديها يا سوسه، اللي منعك؟ والله يعني بدل ما تقول خديها قول اخدها انا. لا يا خالد، انا من رايي ان دي مسؤوليه ولادها الرجاله. والله معاك حق. ايوه بس البيت اللي فيه ولاد ظروفه بتختلف عن البيت اللي ما فيهوش ولاد، ولا ايه رايك يا احمد؟ انا رايي بقى ان امنا دي مسؤوليتنا كلنا، سواء البيت كان فيه ولاد او ما فيهوش، وعلى العموم انا موافق باي حاجه. ازاي بس يا احمد؟ انت اخت مراتك هتبقى قاعده معاك في البيت، يعني كده الموضوع هيبقى زحمه قوي. خلصينا بقى وقول لنا انت هتروح يوم ايه. يا سيدي اي يوم وخلاص، ما عدا الخميس والجمعة طبعا. يلا سوسن، يلا اختاري يوم. يبقى يوم الاثنين. على خيرة الله، نبلغ ماما بقى بالجدول اللي اتفقنا عليه. بس كلنا لازم نلتزم بيه يا حبيبتي، دي كانت بتكلم نفسها من الوحدة. ايه اللي جابك هنا؟ بص بقى، انا اللي عارفه اروح ولا اكل ولا انام ولا اعمل اي حاجه في الدنيا. الموضوع خلاص انتهى. الموضوع انتهى عندك انت، لكن عندي انا لا. بص بقى، ما انا هتجوزك يعني هتجوزك، ولو ما سمعتش كلامي دلوقتي حالا انا هعمل لك فيلم. انت كلمتي. تحب اوري لك؟ بطلي الكلام بتاعك ده. هتتجوزني؟ بحبك. طب خلاص. هسافر ارجع نوعك. رجعها. ومش هتعرف حاجه ابدا. مفيش اي هيعرف اي حاجه. مشاكل. انت. واهلك. موافقين. وباباكي. هكلمه حالا ويبقى شاهد على عقدك يا بس. للدرجه دي. بحبك قوي. مفيش اطفال. مفيش اطفال. اكلمه بقى. مش النهارده. ده دلوقتي حالا. انت هعيشك في حلمي يا حبيبي.
خليك تنسى الدنيا كلها. بحبك. وانت؟ بحبك قوي قوي. اجازه اسبوع صح؟ اوعى تقولي لا، الاسبوع ده كله ملكي انا لوحدي. طيب والشركه؟ قول لهم انك مسافر. وانا فعلا مسافر علشان أموت. طب ما انا عارفه، ويا ريت ما تفكرنيش النهارده. اوعى تنسى ان انا مراتك. عمري ما انسى. طب ومالك قاعد زي الضيوف كده ليه؟ تعالى اما افرجك الشقه. قولي لي الاول، باباك يوافق ليه؟ بابايا عمره ما بيرفض لي طلب، يمكن بيحاول يعوضني بعده عني. اصل انا ما بشوفوش غير كل سنه مره، يعني في اجازته. هبقى احكي لك كل حاجه بالتفصيل بعدين. انت عارفه ان نوعا لما ترجع مش هقدر ابات هنا. احنا قلنا ايه؟ يا ريت الاسبوع ده كله ما افتكرش ان في واحده تانيه في حياتي غيري. ماشي. ازاي يا ابني تجيب عريانة بالطريقة دي في الحارة؟ زمان الناس عمالة تتمقلس علينا دلوقتي، وعمالين يندقوا في سيرتنا زي اللبانة. بعدين بقى يا ماما، على فكرة هي كده حاسة انك بتتكلمي عليها. ما تحس يا اخي، لازم تعرف ان في حاجة عندنا اسمها عيب. تجيبها ازاي في الحارة بالمنظر ده؟ والعيب مش عليها، العيب عليك انت اللي جررها وجاي. يا ماما كان عندنا ميعاد مهم، قلنا نعدي عليك الأول أعمل إيه يعني؟ وكمان مش هتقعد معايا؟ لا ما انا ان شاء الله المره الجايه هاجي لك لوحدي عشان نقعد براحتنا بقى. بعد عمر الطويل ان شاء الله. لا قريب قوي. طب يا ابني براحتك. معلش يا ماما، انا اليومين دول مزنوق قوي في الشغل، عايز اخلص من المشروع بتاعي ده بسرعه. ربنا يقويك يا ابني. عمر ليتس جو. دعي لي يا ماما. قلبي دايما داعي لك يا ابني. يلا عمر يا اختي، انت جايه في ايه وراحه في ايه؟ اللي ما يجي على فضيحه الحاره. معلش يا ماما، انا بس جيت النهارده عشان وعدتك اني لازم اجي. لا كتر خيرك، عملت اللي عليك واكتر. يلا قوم عشان مراتك بتفقفق من الصبح عايزه تمشي. بس بقى تعالى خليني اشوفك عشان بتوحشني. بس تعالى لوحدك عشان اعرف اقعد معاك. يلا عمر. شوف وشك خير يا ماما. وانت من اهل الخير يا حبيبي، ربنا معاك. خلي بالك من نفسك يا عمر. حاضر يا ماما. سلام يا حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. مكتوب عليك الوحدة يا أصيلة. صدق اللي قالته دي التلاهي، واخدة الحبايب في طريقها، تلبس تسيبنا في مفارقها، أمي وطناها مفارقها، والبعد في القلب حارقها، بس الرضا برضو سابقها، ما هو حبها حب إلهي. صدق اشوفكم وملي قلبي وروحي منكم، كانت هنت عليا وحدتي، لكن يلا ربنا يعينكم على اللي انتوا فيه. صباح الخير. وحشتيني يا بابي.
بنتي ثانية 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 الحال يا خالد. ايه ايه بصي الشنطة اهي واديني ثانية واحدة بس هجهز وهروح المستشفى على طول. تعالي حبيبتي يلا يلا تعالي 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 خش يا حبيبتي راح راح ايوه ايوه انا مالك انا مالك انا مالك اطلع يا اسطى هنبتدي؟ لا بس هتوحشني قوي يا حسين. انت كمان هتوحشيني قوي بس معلش كلها اربع خمس ايام وارجع بيها مش لوحدك. هبه وبعدين افتكرني معاها يا حسين طول ما انت قاعد تقول انا سايب مراتي حبيبتي لوحديها انا سايب مراتي حبيبتي لوحديها. حاضر اوعى تنسى. انا حاضر يلا حبيبتي باي باي. ادخلي امال حاسه انا معاك القسم طيب. ريدي بقى كان في حد يشوفك كده؟